هل التوقيت متعلق فقط بمجيء إدارة الرئيس بايدن أم متعلق بملفات من المتوقع أن تبحث في المنطقة قريباً على مستوى المنطقة ككل؟ وكما ترى أن العملية جاءت بعد انتهاء أو بعد مباحثات أستانا اللي هي المباحثات المشتركة ما بين موسكو وطهران وأنقرة على حد سواء. لهذا أنا شخصياً أعتقد بأنه جزء أساسي من هذه الضربة يعود إلى عملية التوافق الثلاثي هذه حول الملف السوري تحديداً. كيف؟ الحزب البكك كما هو معروف وكما قلت حضرتك في مقدمتك الجميلة هو متمركز من فترة طويلة جداً من الزمن في جبال قنديل، وهذه أصبحت حقيقة جيوسياسية من الصعب القفز فوقها. جبل قنديل منطقة وعرة جداً، من الصعب جداً على أي جيش نظامي في أي مكان أن يستطيع السيطرة عليها، لا الجيش التركي ولا الجيش العراقي ولا جيش أقليم كردستان ولا إلى آخره. لكن المشكلة أنه البككة خلال السنوات الأخيرة استطاعت التمدد خارج حتى إطار جبل قنديل أو جبال قنديل داخل العراق، تمكنت من الوصول إلى سنجار، تمكنت من الوصول إلى كثير من المناطق نتيجة لظروف داعش وظروف كثيرة أيضا سياسية أخرى متعلقة بإقليم كردستان وإلى آخره. طبعا الظرف الأهم والأساس لهذا التمدد هو ضعف الدولة العراقية وعدم قدرتها على حفاظ على أمنها الداخلي. كل هذا أدى إلى خلق مشكلة أخرى لتركيا متعلقة بوجود البككة في داخل العراق واستفحال هذا الوجود وخطر اتصال هذا الوجود في العراق مع وجود قسد أو البككة السورية إذا صح التعبير في سوريا. هذا الاتصال هو قضية خطيرة جدا بالنسبة لتركيا. تركيا تحاول قدر الإمكان أن تمنع حدوث هذا الاتصال، لأن هذا الاتصال في حال حدوثه معناها تمكن قسد أو تمكن البككة السورية من الحصول على موارد هائلة من رفاقهم وأصدقائهم في البككة العراقية. فبالتالي هناك رغبة أكيدة في تركيا لقطع ملف هذا الموضوع الآن. وموضوع قسد وموضوع كل الوجود التركي في سوريا سيكون على طاولة مفاوضات متوقعة خلال الأيام القادمة أو المرحلة القادمة في التفاوض العام حول الشرق الأوسط المزمع عقده. أعتقد أن تركيا تفكر بطريقة ما لإنهاء ملف بككة في العراق حتى يتبقى لديها ملف البككة السورية.